اليوم رح نعمل طلاء أظافر بالماء مستوحى من ألوان السماء والفضاء. رح نحتاج سمابوفر شاي، مزيل طلاء، قطن، عيدان خشب، كوب ماء وطلاء أظافر. أول شي بنحط اللون الأبيض كقاعدة لإبراز الألوان. لنحمي الجلد ونسهل عملية التنظيف بنستخدم صمغ وبندهله حوالين الضفر. لهالتصميم بنحط أول نقطة بمنتصف الماء والنقطة اللي بعدها بمنتصف أول نقطة وبنكمل بهاي الطريقة. ممكن استخدام من 10 ل 15 نقطة. بناخذ عود خشب وبنسحب من الدائرة الداخلية للخارجية ومن بعدها بنرسم خطوط دائرية. لتنظيف الإصبع من الزوائد بنلقط الصمغ وبنسحب من فوق الضفر، بنشيل أي زوائد بقطعة أسيتون. لازم نستخدم مياه مفلترة بدرجة حرارة الغرفة. ندخل إصبعنا في التصميم بزاوية 45 درجة لنتفادى الفقاقيع. هالطريقة بتزبط كمان باستخدام لون واحد، بس بنحط عدة قطرات من نفس اللون ليتركز، ومن بعدها بنزيد أي نجوم أو زينة. آخر شي بنحط طبقة مانيكير شفاف وبنضيف اللمعة، وهيك بيكون الشكل النهائي.